درج عدد من المتأخرين على الزعم بأن الحلف بغير الله تعالى مكروه ولا يصل إلى حد الحرمة، ونسب بعضهم هذا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأخطأوا خطأ على هذا الإمام الجليل بالغا جدا، فالشافعي لا يقول هذا الكلام. وأول من قال هذا الكلام كما ذكر الرافعي وابن حجر من الشافعية، أول من قاله أبو المعالي الجويني، وجزم بأنه مكروه على مصطلح المتأخرين، أن المكروه ما لا يعاقب فاعله، ولا شك أن هذا غلط بين وأنه مخالف للنصوص، فإن الشرع حين أطلق عليه الشرك أو الكفر لا يمكن أن يطلق هذه الكلمة على أمر مكروه كراهة لا تصل إلى حد أن يؤاخذ عليها العبد. ولكن وهذا ينتبه له طالب العلم، تقريرات بعض المتأخرين سواء الحنابلة أو الحنفية أو الشافعية أو المالكية، من الغلط الكبير أن تنسب إلى الأئمة فيقولون هذا مذهب الإمام الشافعي، لا، هذا مذهب المتأخرين وليس مذهب الشافعي نفسه. الشافعي كلامه واضح في الأم رحمه الله تعالى، إذا راجعته وقفت عليه عرفت أنه لا يمكن أن يقول بأنه شرك، أن يقول إنه مكروه الكراهة التي درج عليها المتأخرون.